أنتم في الاستماع إلى إذاعة الديوان من صفاقس. وي مدام عسلمة، أنت في المباشر توا على راديو الديوان، أي مرحبا بيك. بيك يا عيش. إيه عيشك بيه. أنتم مدام فما فيديو هبط على الانترنت، ثم قناة تلفزية خاصة من غير ما نذكر اسمها صورت الكوخ متاعكم اللي تسكنوا فيه انتوما، ونحب نعرف بعد ما تصور الفيديو هذاك هل فما اتصالات، هل فما ناس قاعدة تكلم فيكم في اللحظات هذية؟ ايه. وفماش اعانات، فماش حل الحكاية؟ والله كل واحد معناته يقول له قلت له واحد من خارج معناته سبلي ميتينال فاني قاعد نجمل فيهت شنو؟ سامحني، فما مواطن من الخارج سبلك 200 دينار؟ ايه. هاي هي معناتها هاني قاعد نجمل فيهم، وقالت هاني قاعد نستنى لعلي يعاونوني يهدهم ربي يعاونوني. باهي. فما سؤال يطرحوه توينسا كي راهو الفيديو، يقول لك انت مدام تسكن، انت توا تسكن في كوخ، قبل الكوخ وين كنت تسكن انت مدام؟ انا كنت قبل الكوخ كنت نسكن في دار بيت جدي، معناتها كنت نسكن مع بيت جدي. هاي شنو اللي تبدل؟ يعني تلميت جدي يكره ومعناتها مشيت انا نسكن وحدي. مدام اذا كان الدار هذه فارغه كنت تسكن فيها انت فارغه لا مش دار. نفس الكوخ اللي ساكنه فيه تو، نفس الكوخ اللي كنت نعيش فيه قبل، يعني اللي خلقت فيه من اول لحظه حتى لاخر لحظه تو. يعني مدام انت كنت تولدت في الكوخ هذاك؟ اي. وانت ووالدك ووالدتك عشتوا وترعرعتوا في الكوخ هذاك؟ اي انا ووالدتي برك، اما والدي مش معايا. وزوجك وزوجك مدام وين زوجك؟ ما عرفش عليه، ما اللي طلقت ما نعرفش عليه، لا وين بر لا وين. انت طلقت؟ انت طلقت مدام؟ اي طلقت. كي ثم طليق فما نفقه مدام، عندك وليد وانت زوجه مطلقه فما نفقه، هل ينفق عليك زوجك اليوم ولا؟ لا لا معناتها يصرفوا دارهم اللي كانوا دارهم، معناتها يصرفوا تو بطلوا معناتها. مدام مش دارهم مدام، بالقانون التونسي فما نفقه للزوجه المطلقه وللوليد اللي عندها. انت هل زوجك؟ لا ماني صححت، معناتها صححت على روحي من نفقه ما ناخذهاش، اما نفقه الولد معناتها طلبت برشا اوراق ولي ظروفي ما تسمحش باش يعني تخرج عاد المنفذ، ويعني يهز الاجرات القانونيه الكل. وعلاش 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 روضه صححت انك ما تاخذش نفقه سامحني رغم الظروف القاسيه اللي انت فيها تو؟ حتى هو معناتها ظروفه قاسيه وانسان مريض بالاعصاب، هذاك علاش معناتها اللي تثبت عائله اهمال. وزوجك ما تعرفوش وين تو؟ فيما بلاصه ما تعرفوش؟ ما نعرفش عليه فينا بر. انت تو كي تحكي معايا في اللحظات هذه انت وين موجوده تو؟ في الكوخ ولا في بلاصه اخرى؟ أنا في دار خالي تو. دار خالك؟ قريب لي معناتها، خالي قريب لي معناتها، قريب لي في السكن، أما أنا نروح أنا نسكن معناتها، أنا ولدي غادي في الكوخ هذاك نرقد فيه، راهو معناتها قال لي راه بدا يكلموك جماعة، بدك يكلموه جماعة نجي بحذاه. باهي سؤال معناتها يسألوه برشا ناس، يقول لك مدام كي عندك خالك أنت ولا عندك أقربائك بجنبك قراب شوية، علاش ما تسكنش بحذاهم حتى في الشتاء في الفترة هذه اللي هي الطقس فيها بارد برشا؟ راهو الكوخ كي ريتو أنا شخصيا معناها كي يقول كوخ يتسمى ياسر فيه، معناتها اقل برشا من الكوخ. يا راهو هذاك هو يلزمني نعيش فيه، مش نعرف انا نفسيتي ما تعطينيش باش نمشي معناتها للعباد، ديما تعلمت هكاك حتى كانوا بارد ونهارات قوت علينا الامطار معناتها ديما في الحاله هذيك. يعني عشرت به راهو 9 سنين مش عام مش 2 مش 3، انا ديما فك الكوخ هذاك. ما انت قلت لي ملي تولدت مدام، ملي تولدت وانت فيه ولا عندك 9 سنين تو؟ يا ما كملت ولدت فيه وبعدت لي براسك اقل من عام، وبعد رجعت نعيش فيه معناتها مستانسه بيه.
أو 30 سنة ولا قداش قاعدة مستوصفة بالحالة هذيك. باهي لو كان تحكي لي الكوخ هذايا شنو في وسطه؟ معناتها أنا كي نقول كوخ فما ناس ممكن يقول لك بيت مبنية بالياجور وفيها شوية حجر، احكي لي باش مصنوع الكوخ هذايا. أنا نعرف التصوير لكن الناس اللي تسمع فينا راهي ما تعرفش الكوخ هذايا باش مصنوع. مبني بالاختر بتاع الجبل معناتها بتاع السنوبر. ومبني بالحلفة هذيك والجزيح والنيلو. باهي وضح لي انت بالضبط وين في في خريطة تونس انتم وين؟ تابع ولاية؟ نخبة تابعين ولاية القصرين، يعني في الوسعية تابعين بين سبيطلة والقصرين. بين سبيطلة والقصرين، باهي فماشي معتمد زاركم مشيتوا تشيلوا صورة المعنية. فما خرجت المعتمد، خرجت المهندسية، وخرجت المرشدة الاجتماعية، وخرجت الشيخ يعرفها الناس الكل تعرفها الحالة هذيك. حتى بالكوخ معناتها قالوا لي اللي يلزم عندك شهادة ملكية، أنا ما عنديش شهادة ملكية على خاطرش ما عنديش أرض باسمي. يعني حتى الكوخ ويحبوا يخرجوك منه، نفهم من كلامك؟ معناتها ياي قال لك تو الكوخ اللي يعطي فيه الحاكم. مدام نسمع فيك، روضة نسمع فيك. أيوه ايه قلت لك معناتها الكوخ هذاك اللي تعطي فيه المعتمد والولاية معناتها اللي يعطي فيك اللي يبدو فيه للعباد هذاك ما يبدوش الا ما تبدا واحد عنده ارض باسمه عنده حجة. يعني ما يعملوا لك تحسين مسكن ويعملوا لك مسكن لائق بيك ولولدك الا ما يكون عندك ارض تملكها هكا. فما ناس بحذاك في المنطقة متاعك مدام اللي تسكن فيها عندهم أراضي وعطاوهم حسنون من المسكن متاعهم؟ أي شنو تعمل روضة في الدنيا؟ كيفاش تاكل؟ كيفاش تشرب؟ منين تجيب الفلوس باش تصرف على ولدك؟ لأنه ولدك يقرأ وعنده مصاريف. نخدم في الفلاحة وطاو عندي عام ونص قيدوني تاكل 110 هذيك هكا الشهرية شيخوخة معناتها. اي قداش عمرك روضة؟ قداش عمرك؟ عندي مولود من عام 84. انت من عام قد ايه؟ 84. مازلت صغيرة روضة. معناتها انت كي تحكي معايا انا كنت نتصورك في العقد الثالث، في اخر العقد الثالث، راك مازلت صغيرة يا روضة. وزيد يعني عندي المرض المزمن. بيش مريضة؟ ما عندي سلف الكبدة حاشي يسمى. طواني عندي ديما في سوسة وطاو من سوسة زاد ورجعوني البوزيد باش نقعد عندي في البوزيد. كي تخدم في الفلاحة قداش تصور في النهار روضة؟ هنا كل واحد معناتها خلص فين ب5000 تو هذه تتسمى غلطت معناتها ولت ب8000 نهار كامل. أنا مش اي نهار كامل من 6 بتاع الصباح حتى ل 5 بتاع العشية ب8 دينارات. اي معناتها مش ديما الفلاحة في بلادنا معناتها بعد قديش. نحب نرجع نحكي على راجلك روضة، معناتها ما حاولتش يلوجوا عليه وينه هو توا حتى باش يعاونك شويه في نفقه الوليد؟ ما عرفش عليه وين، واحد يقول في ليبيا واحد يقول في سوريا كل واحد يقول بلديتها. أبو سوريا ما عرفش عليه بلديتها وين بر بالذات بلديتها. انا ما عنديش بها ما عنديش بها علاقه ما عنديش بها كونتاكت. إيه انت ما عندكش علاقه يا روضه بعد تلاق عنده ثم رابط بيناتكم اللي هو ولدكم. ايه دونك الوليد من حقه انه يعرف بوه وينه يزوره يشوفه هكا ولا؟ ايه شايف قالك حب مخه والوصل ايه هو قاعد بدر برا اوقع. باهي انت قاعده تحكي مع بدر، اعطيني عدي لي بدر ما تسالش عدي هو الوليد. باهي خلينا نوضح للناس اللي تسمع فينا، بدر هو الوليد اللي يسكن مع مدام روضه. بدر على السلامه يا بدر. السلام. شنو احوالك؟ هاي كيكوبر. علاش هاكي كوبر اش فما؟ ما عنديش اماكن بيه. كيفاش يا بدر؟ ما عنديش حتى مسكن يا صاحبي. ما عندكش حتى مسكن؟ مسكن يصلح. اي اي يا بدر كي ترى ما تتمنى يكون عندكم دار؟ هي نتمنى تكون عامله دار.
وكيفاش تقرا اذا كان ما عندكمش ضوء؟ كيفاش شنو تعمل باش تقرا دروسك تحضر دروسك كل امتحانات؟ ماني شنو جوري بالضوء تحضر تمشي ها؟ بدر علي لي صوتك شويه. وين تمشي بالضبط؟ نمشي الجيرين باش نحضر ما عندناش ضوء. قد جبت معدل يا بدر عم ناول؟ جبت 15 معدل فاصل 36. اه يا باهي 36 شويه ال 15 باهي ما جيب لنا فاصل 90 هكا. اه يعطيك الصحة يا بدر. وكي تكبر شو تحب تولي؟ طبيب نفسي. طبيب نتاع شنو؟ طبيب نتاع شرح النفس. طبيب طبيب نفساني يا نعم. هاي يا بيه بدر. اه ماما لازمك ترد بالك عليها. هي. ترد بالك عليها ولا هي مرد بالي عليها. يا بيه وان شاء الله يكون عندكم مسكن. الناس اللي يسمعوا فينا شو تحب تقول لهم يا بدر؟ نقول لهم يعاونوني يبنوا لي مسكن. باهي رجع لي ماما بدري. لحظة لحظة استمعي التاريخ. باهي باهي عادي هي. باهي نحب نذكر الناس الكل اللي تسمع فينا انه العائلة هذية في منطقة موجودة في ولاية القصرين في البرد هذية موجودة في كوخ في وقت انه احنا قاعدين في جارنا في التفافة ما ناس في البرد. مانيش عارف مدام روضة اذا كاني حاضرة. الو الو عسلامة مدام. نعم ان شاء الله ربي يكمل عليك بالوليد وان شاء الله تكبروا. عايش ان شاء الله يولي لك طبيب كما حب هو. عايش الحاجة اللي نحب نقولها لك ان شاء الله ربي معاك. احنا وصلنا لك صوتك وصلنا لك صوتك مدام باش نعطي رقمك في المباشر بعد شوية إذا كان فما ناس تحب تعاونكم. فماشي إعانة من ناس تسكن بجنبك جيرانك أقاربك يعاونوا فيك؟ لا لا ما عندي حتى حد يعاون شوي. جملة جملة عندي كالربي به. مانيش عارف الحيوانات نعرف المنطقة غاد فما شوية حيوانات معناها هل الحيوانات تقلقكم شوية يعني في خاصة في الوقت هذا انه فما مش عارف انه برشا حيوانات مخطرة في ال ساك عارف الحلوف عندها الذيب الضبع هذيك راهو التليفون هذاك يهزوا ليه واضح واضح مدام روضة واضح شكرا لي. يعني طب ما يصيرش نمل عليك النمرة يعني ونعطي النمرة هذا المولاي لحظة اعطيني رقمك مدام ما يخوض ما تسالش اعطيه رقم 92 هاي 070 هاي 034. شكرا لك مدام روضة سلم لي برشا ولدك ورد بالك عليه. اوكي مدام باهي عايش شكرا لك في لمين مدام. هو يقول لك الفقر يصنع الرجال. انا خاصه كيف الرا وليد كي هكاك في عمر صغير قاعد يقرا ويحب يوصل يحب يولي طبيب رغم انه ظروفهم قاسيه جدا. انا كي قلت كوخ راني مبالغ شويه راهو اقل برشا من كوخ راهو معمول من القش كما قالت هي بالضبط. ممكن مدام روضه ما تحبش تنقل الصوره كما هي راهو يفتقر لملازم الحياه الاساسيه باش تنجم تعيش حياه كريمه يعني ابسط الامور مش موجوده من الاخر يعني قد نقول لكم اقرب شويه للبيت نتاع ال مش عارف انا نتاع الخرفين كي نحطوهم بالضبط نفس البلان نتاع البيت هذيك نفس السيستم بالضبط. كيف ريت فما ميعون شويه ميعون وشويه حاجات تنجم تك عليهم طاوله يقرا عليها الوليد وشويه الكتب نتاعو اكاهو لا ثم ماء ولا ثم ضوء. بيت راحه ما فماش ما فما حتى شيء. كما قالت هي فما برشا حيوانات قاعدين يقلقوا فيها وينجموا يسبوا لها مشاكل. الرجل ما تعرفوش وين موجود قالت ممكن يكون في سوريا في 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 ليبيا حتى النفقة ماش قاعدة توصل لها. مرة تخدم من 8 نتاع من 6 نتاع الصباح للخمسة نتاع العشية قالت لك ناخذ في 8 دينارات هذا ان توفر العمل باش تنجم تخدم وتجيب مصروف ولدها لانه في عمر حساس برشا رغم هذا عنده معناها حس كبير برشا باش يولي طبيب وينور البلاد. أنتم في الاستماع إلى إذاعة الديوان
من صفاقس.